أكدت كوريا الجنوبية أنها لا تفكر في فرض عقوبة أحادية الجانب خاصة بروسيا. وقال بارك سو هيون السكرتير الأول للاتصالات العامة في المكتب الرئاسي بسيول منذ قليل أن كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها لا تفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب خاصة بها. وأضاف أنها ليست حقبة يمكننا فيها القيام بشيء بشكل مستقل. هذا يعني أنه إذا فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا فستنضم إليهم بشكل رسمي، لأننا متصلون ببعضنا. روسيا تقول إن عملياتها مستمرة لليوم الثاني في أوكرانيا. الجيش الأوكراني يقول إنه يقاتل القوات الروسية خارج العاصمة كييف. وزير الدفاع البريطاني: تقديراتنا أن روسيا خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا. وزيرة الدفاع الفرنسية: سنتخذ قرارنا بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا قريبا جدا. فرنسا: بوتين يريد إخراج أوكرانيا من خارطة العالم.